فالتعلبه للاسم ديالها لالوبيسيا وما يسمى يعني بهذا الاسم هذا اللي عطاوه الاسم الطبي ديالها. فالتعلبه هو واحد المرض عضوي عنده علاقه بالمناعه ديالنا. شنو كدير المناعه؟ المناعه كتمشي كتولي كتاكل البصل البصيلات ديال الشعر ديالنا. اذا البصيلات ديال الشعر كتولي المناعه كتاكلهم، وهنا ما كيبقاش عندنا البصيلات ديال الشعر في الشعره ديالنا. اذا الشعره ما كيبقاش عندها الجذر، ما كتبقاش تلقى فين باش تثبت راسها فكطيح، وهذا هو المرض ديال الثعلبه. على غرار التونيا اللي هي بصيلات الشعر كيبقاو، ولكن الشعر اللي كيولي كيتقصف، ان كتبقى البصيله ديال الشعر عندنا في المسام. الصدفيه هي على غرار هذا الشيء كامل هو مرض جلدي كيصيب فقط فروه الراس. شنو كيوقع؟ تكاثر ديال الخلايا ديال الجلد ديال فروه الراس، وكتولي عندنا واحد القشره غليظه فوق الجلده ديالنا. غير هو واحد المساله باش نتفاهموا عليها، تحديد واش تعلبه ولا ماشي تعلبه هو طبيب او طبيبه الجلد هي اللي كتحدد لنا هاد المساله. علاش؟ لان كاين طرق، كاين بعض الادوات اللي كتكون عندهم اللي كيشوفوها عن قرب وكيعرفوا شنو هو هاد المشكل هذا. التعلبه مع الاسف كتصيب مرأة او سيده على جوج، اذا او وبالنسبه للرجال فكتصيب رجل على 10 ديال الرجال. فكنشوفوا هنا انها كتصيب النساء بزاف. علاش؟ لانها اخر ما كاين في الابحاث بينات بينا عندها علاقه مع جوج حوايج، عندها علاقه بالغده الدرقيه ديال السيدات، وعندها علاقه بالمبيض. حتى المبيض، حتى الهرمونات ديال المبيض، حتى هما بينوا الابحاث بان كيكونوا عندهم تاثير على هذا المشكل هذا. يعني عندها علاقه بالهرمونات الانثويه. الانثويه اكثر. علاش؟ لان ملي كيكون عندنا قله في الهرمونات ديال الغده الدرقيه وخاصه عند النساء كيوقع واحد الخلل في الهرمونات الانثويه، والبصيلات ديال الشعر او دوك المسام ما كيبقاش كيتفرز فيهم واحد الهرمونات اللي كتكون هما الاساس ديال الاملاح المعدنيه باش كيتثبتوا، هما الاساس ديال المواد المغذيه في بصيله الشعر. اما المبيض فكنعرفوا ان الاختلاف ديال الهرمونات الانثويه كيعطينا هذا الخلل على المستوى ديال الغدد اللي كتفرز لنا الدهون في الجلده ديال الشعر ديالنا، وهنا كيولي عندنا هذا المشكل هذا وكيزيد يحفز المناعه. الصدفيه من الاسباب اللي كيمكن تسببها لنا من غير هذه الاسباب اللي ذكرنا هو العامل الوراثي. فكنعرفوا ان الثعلبه العديد من 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 الناس كتكون عندهم وراثيه في العائله ديالهم. ثانيا بعض الصدفيه ولا الثعلبه؟ لا الثعلبه كنهضروا على الثعلبه. اذا الثعلبه هي وراثيه. لا لوبيسي. نعم. فكاين العامل الوراثي بحال الصدفيه كاين العامل الوراثي. واخا ثانيا عندنا المشكل ديال بعض الناس اللي كتكون عندهم امراض المناعه، ان المناعه كيكون فيها خلل يا اما طالعه يا اما هابطه، حتى هما كيقدروا يتصابوا بهذا المشكل. وثالثا دائما من الامراض اللي كندخلوها في الخانه ديال العديد من الامراض اللي قيدناها في واحد الكتاب اللي هو ستريس، اللي هو التوتر النفسي، وصله مباشره بالتوتر النفسي هذا المشكل هذا ديال الثعلبه. من جهه اخرى هو ان اذا كانت عندنا الثعلبه فضروري من الترطيب ما غنلقاوش ما احسن من زبده الكاريتي. علاش؟ لانها مركز ديال الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، فيها المواد المغذيه المرطبه، فنديروا بزبده الكاريتين وليو كندهنوا بها كل ليله ونداوموا عليها. الوصفه ديالنا اليوم وصفه اللي غادي نحاولوا نستعملوا فيها مواد اللي غتحفز الدوره الدمويه واللي غتنشط لنا الفروه ديال الراس وتخلي المسام حتى هما يفرزوا الدهون بطريقه طبيعيه. شنو غناخذوا فيها؟ ناخذوا فيها زريعه البصله اللي فيها كبريت ضروري للفروه الراس. اذا الزريعه ديال البصله، ماشي البصله، ماشي الماء ديال البصله، ماشي الماء، الزريعه الماد البصله ما نستعملوش الماد البصله. اذا هنا زريعه البصله راه معروفه عند المعشابات. غناخذوا معلقه كبيره ديالها، معلقه صغيره ديال القعقله مطحونه، معلقه كبيره ديال مرد الدوش، ومعلقه صغيره ديال الزعيطره. اذا نعاود، معلقه صغيره ديال الزعيطره، معلقه كبيره ديال مرد الدوش، معلقه صغيره ديال القعقله مطحونه، ومعلقه كبيره ديال البصله. هاد المكونات كامله. زريعه البصله عفوا. فزريعه البصله نزيد ناكد. اسمح لي انا غنعاود المقادير. نعم. ان زريعه البصله معلقه كبيره. نعم. مطحونه. تكون مطحونه ولا عاديه ماشي مشكل، كما توفر. معلقه كبيره. عندنا قعقله واش هكذاك؟ مطحونه يعني غبره. معلقه صغيره. غناخذوا منها معلقه صغيره القعقله. نعم. مطحونه.
غادي ناخذ منها معلقه صغيره. نعم. عندنا الزعتره هكذا كميبسه شحال غناخذ منها؟ معلقه صغيره ديالها. معلقه صغيره. وعندنا مرد الدوش اللي كيكون وراق مجففه. نعم. معلقه كبيره. معلقه كبيره. نعم. اذا ربعه المكونات. ربعه ديال المكونات. فغادي نديروهم في كاس كبير ديال زيت الزيتون لان خصنا واحد الكميه كبيره لان غادي نستعملوها لان كنعرفوا انها مرض مزمن. كاس كبير ديال زيت الزيتون نخلطوا فيه هذه المكونات. هنا غنحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه يعني غير يبدا يغلى. واش هنا نيشان على العافيه ولا في حمام مريم؟ نيشان على العافيه. يعني كاسرونه اللي ما غتكونيش كديريها للبياض. نعم. غديري في هذاك الكاس كبير زيت العود وزال زيت الزيتون الغير مملح دائما. نعم. هذه كنركزوا عليها في الوصفات التجميليه. وغنديروا فيها هاد المكونات وتشعل عليها السيده العافيه. نعم. مهيله مهيله تطلع الغليه غير تبدا تغلي نطفيو عليها. يعني تقريبا شحال الوقت هادشي كله؟ ربع ساعه 10 دقائق حتى ربع ساعه. واخا من بعد هاد الخليط نخليه يطلق ليله كما ديما المعتاد. نصفيوه وندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا نخليوه ساعه ونغسلوه بحال ديما جوج المرات في الاسبوع غنستعملوه مده ديال 3 اشهر. هاد الزيت هاد الخلطه بهاد الاعشاب من بعد شنو النتيجه اللي غتولي كتعطي للناس؟ كتنقص الحكه؟ شنو كتساعد الشعر يخلف دوك البلايص؟ كنلاحظوا ان المسام كتبدا كتحل دوك الشعيرات كيبداو ينبتوا. وحنا شنو الاساس ديالنا؟ كنوليو كنغديو البصيلات ديال الشعر يعني كنعطيوه الماكسيموم اكثر كميه ديال المواد المثبته والمواد المغذيه باش كتعاون هاد الفروه الراس انها تعاود تحيا. زائد اكيد الدواء فبزاف الناس غتسول واش يمكننا نستعملوه مع الدواء. بالفعل يمكن لكم تستعملوه مع الدواء ما كاينش مشكل غير خليوه الفرق ديال ساعتين حتى ثلاثه السوايع ثلاثه السوايع على الاكثر وباش الا بغيتو تستعملوه. دكتور عماد اللي متبع دابا شي دواء كيعالج به الثعلبه او لابولاد او لوبيسي ما يوقفش التريتمون باش يدير هذه الوصفه؟ لا ما يوقفوش. حنا دائما هذه وصفه طبيعيه للمساعده او لرفع قوه هذاك العلاج ديال 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 اللي كناخذوا ديال الادويه. هذا الزيت واش يتدهن بها غير الشعر ولا ايضا الناس اللي عندهم ثعلبه في الجسم ممكن يدهنوا بها؟ فالجسم كذلك فاي بلاصه عندنا فيها المشكل ديال الثعلبه يمكننا نديروها. شحال الوقت كتبقى؟ نخليوها ساعه ومن بعد نغسلوها. ومن الاحسن الناس اللي عندهم في الجسم اكيد غيستعملوها في الحمام فيدهنوها يخليوها ساعه ويغسلوها. هذا الزيت الا الناس دهنوا بها شعرهم واش يقدروا يباتوا بها؟ ساعه فقط. إذا غنستعملوها ساعة ونغسلوها لا ساعة زايدة يعني ما نزيدوش على ساعة وما نقصوش على ساعة. إذا أعتقد أنه هكذا بهذه الطريقة الوصفة واضحة. غادي نعاود نذكر معكم بالمقادير وراجعوا معي ذاك الورقة ولا الكناش ديال وصفات الدكتور عماد دكتور الصيدلة على إذاعتكم أصوات. وصفة للمساعدة على علاج الثعلبة غادي نستعملوا فيها زريعة البصلة. نعم. معلقة كبيرة مرد الدوش هكذا كميبس من عند المعشابات معلقة كبيرة قعقله مطحونه حتى كتولي بودره او غبره غتاخذوا منها معلقه صغيره والزعتره حتى هي اللي كتكون ميبسه غناخذوا معلقه صغيره. هذا الشيء غادي تخلطيها لالا مع كاس كبير ديال زيت الزيتون غير المملح وغادي ديريها في كاسرونه مباشره فوق العافيه لمده 10 دقائق غير كطلع الغليه كتضفي البوطه وتخلي هذيك الكسرونه وتغطيها وتبات ليله كامله حتى كتطلق داك الاعشاب في داك الزيت لغد ليه. غادي تصفيها بزيت حياتي بزيف حياتي وغادي ديروها في قريعه ما غالبا كيكونوا عندنا دوك القراعي ديال السيرويات اللي لونها قهوي كتصفها مزيان وكديريها في الثلاجه ولا غير في شي دولاب شي بلاصه بعيده مكان جاف مع الرطوبه كتبدا هذه كتشقق بها السيده او كتدهن بها البلاصه اللي فيها المشكل لمده ساعه ماشي اكثر وتتغسلي شعرك او المنطقه ديال الجسم اللي دهنتيها بهذه الخلطه هذه ديال الزيوت. دعوتنا لكم بالشفاء. كثير من السيدات يقول لك عتقنا دكتور عماد الشعر ديالهم خوا من القدام واش هذا عرض من الاعراض؟ فيقدر يكون عرض من الاعراض ولكن الثعلبه ما كتكونش غير موضعيه مثلا شحال ديال الوقت باش كتبقى هذيك الطبعه لان الثعلبه كنعرفوها كتكون القدام كتكون اللور يعني كتفرق في الشعر. في بعض الحالات احنا عندنا فيها ثلاثه ديال المراحل. كاين الثعلبه الموضعيه يعني كتبان كبقع بسيطه في الدوره ديال الشعر. كاين الثعلبه المتوسطه اللي كتكون عندنا غير طبايع اللي كتكون على المستوى ديال الشعر ديالنا وتقدر تهبط لينا حتى للحاجبين. وكاين الشامله. الثعلبه الشامله كيمشي الشعر نهائيا من الذات اي بلاصه في ذاتنا فيها الشعر كيتحيد منها فهذه الثعلبه الشامله. ولكن دائما كنقول ان التحديد والتشخيص ديال الثعلبه كيبقى الطبيب ولا الطبيبه ديال الجلد هما اللي كيحددوا لنا واش عندنا الثعلبه ولا ما عندناش. اذا بالعين المجرده ما يمكنش نعرفوا.
طريقه ذكيه باش نعرفوا بدا عندنا مشكل ديال التساقط. اذا كنحاولوا نجروا الشعر ديالنا بثلاثه ديال الصباع. اذا كنجروا الشعر الى تجرات اكثر من خمسه ديال الشعرات فهنا يعني بواحد القيمه كبيره. فهنا خصنا نديروا هذه العمليه هذه واحد جوج المرات في الاسبوع. الى لاحظنا هذه المساله ان الشعر كيتجبد اكثر من خمسه ديال الشعرات فهنا ضروري كيخصنا نشوفوا طبيب ديال الجلد ونشوفوا المشكل ديال التساقط. نعم فاطمة الزهرة كتقول لنا عندها مشكل في الشعر خفيف ودهني بزاف وخاوي من الوسط والجناب بغات شي حل الا كان ممكن. واش هذه من الاعراض ديال التعلبة؟ فاحنا كنقولوا التعلبة باش عاوتاني مسألة اخرى في التعلبة اننا ملي كندوزوا على ديك المنطقة في فروة الرأس اللي الشعر خاوي منها خصها تكون ملسة وما يخش يكون المسام متسعين يعني محلولين في هذيك المنطقة. فهنا كنقدروا نهضروا على التعلبة بواحد 50%. اما اذا كان غير تساقط بسيط والشعر كيطيح فهنا يقدر يكون ماشي مشكل ديال التعلبة ومشكل اخر من المشاكل ديال تساقط الشعر. امال رامي كتبتي لينا كتقولي لينا على انه انت بغيتي وصفه للبطن بزيت الزيتون غنرجعوا لها والابنه ديالها كتعاني من حكه في الشعر ديالها. شنو ممكن يكون السبب؟ فالحساسيه يمكن لها تعطينا السبب. القشره كذلك تعطي السبب. استعمال ديال بعض الشامبوانات اللي كتكون غير ملائمة للفروة الرأس ديالنا حتى هي كتقدر تعطينا هذا المشكل هذا ديال الحكة. نعم عندنا ايضا السيدة اللي كتسولنا عندها مشكل تساقط الشعر وكثير منكم كيسولونا على مشكل تساقط الشعر بغاو منك وصفة دكتور عماد. الله يخليك. عندي ولدي عنده 27 سنة وجاتو عنده من لور راسه واحد الطبعة وما فيها حتى شعرة ملسة وحمراء. ايه حمراء. هو ما تيعيش هنا تيعيش فرنسا. وكان جا في العام اللي داز قبل كورونا ومشينا لسميتو مشينا سولنا على الطبيب بغى يشوف طبيب الجلد. هو شاف خل كان عنده الرانديفو مع الطبيب الجلد في فرنسا خلى الرانديفو باش يمشي يرجع عنده. ملي مشينا سقسينا هنا قالوا لنا واحد السيد كنت شفتها عنده واحد السيد كنعرفو كنت شفتها عنده. ملي سقسيتو قال لي درت واحد الماده واحد انت تكون عارفها فواحد الصيدليه تتعمل واحد الماده التركيبه تعاد تصايبها وتتعطيها. مشيت عند ديك الصيدليه عطاوني ديك التركيبه واحد القريعه غير صغيره 50 درهم. المهم عملها ديك الساعه اللي كانت قال لي تعملها واحد مده 4 ايام وهي وقفها. هو المشكل كان تاكلو تياكلو شعرو راسو كامل تياكلو. وحنا عرفنا السبب منين جا السبب من الستريس. نعم. قال له الطبيب عندك ستريس مع كان القرايه مع تيقرا تما وديك الشيء جا من سميتو غير ديك القريعه ديك الماده اللي عطانا زعما الصراحه. جبر عليها كانت تحرقوا تتحرقوا النيف واحد المحرق صعيب ملي تيديرها واحد 10 دقائق والحريق عاد تبرد عليه والشعر بدا تينضلو فيها. هذا الغوخه نضلو فيها الشعر باقا تتبان ديك الدواره مع عنده تيكون عنده تيتغلو الشعر تبقى ديك الدواره باينه هو الشعر بدا تينبت فيها. غير بغيت نشوف ديك الماده اللي عندك شي معلومه عليها واش خطيره او شنو يدير الله يحفظك. فاولا بعد التركيبه اللي صايبوا الصيدليه فكل صيدليه كتكون عندها واحد التركيبه خاصه بها. اذا حنا ما غاديش نعرفوا المواد اللي دار الصيدلاني او الصيدلانيه في التركيبه. غير هو واحد المساله اللي بغيت ناكد عليها ان هذيك الطبعه اللي كتكون في الشعر ناقص مثلا ولا كتكون حمراء ولا طبعه فراه هذاك الدليل ديال واحد 35 مرض جلدي. خصنا نفهموا هذه المساله راه ماشي نفس الطبعه. الا كانت عند واحد السيد ولقيتها عندي انا راه غادي تقدر تكون بحال راه يقدروا كيونوا كيتشابهوا بجوج بهم. ولكن هذاك الواحد هذاك السيد غادي يكون عنده مثلا مشكل ديال التونيه والسيد الاخر يقدر يكون عنده مشكل ديال الحساسيه ولا ديال الفطريات وهنا العلاجات كيختلفوا. فهاد المساله خصنا نردوا ليها البال. وبالنسبه للمشكل ديال هاد الطبعه هذه اللي كاينه او هاد التساقط الشعر اللي كاين ولا الشعر باش يتقوى فخليك في الاستماع غادي نعطي وصفه ان شاء الله لهذا المشكل هذا. ما يكون بس يعني الخلاصه انه ماشي واحد الحاجه شفتها عند شي شخص كتشبه لشي حاجه اللي عندي ولا عند شي حد في العائله. نعم. راه معنيتها نفس المشكل. نعيمه من الدار البيضاء صباح النور. نور لالا اهلا بك على راديو اسوات. مرحبا شنو سؤالك؟ انا من متابعين ديال راديو اسوات. مرحبا يا لالا. مرحبا بالقناه. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. الله يعاونكم على شغلكم. انا بغيت نعطي واحد المعلومات على هذا المرض لان انا عندي واحد الوليد مني كانت عنده 6 سنين بدا هذا المرض. ايه وتم تشخيص عند طبيب اختصاصي. ما خليت ما مشيت درت به ما خليت حتى دواء ما خليت حتى طبيب مشيت لفرنسا هبط الاجادر عند واحد الدكتوره تمايا معروفه. ما خليت حتى حاجه ما درتهاش. ولكن دابا عنده 36 عام والمرض ما تعالج. نعم ما تعالج. اللي بغيت نقول للامهات واللي عندهم وليداتهم فانا ولدي سبابه خلعه.
ياك ولدي تخلع وهذه الخلعه كانت انا كنا مسافرين وجينا لقينا الشباط دخلوا لنا للدار وتخلع فيها ومشاو له حويجاته ومشاو له العابه وتخلع ومن تما حنا تنعانيو معاه ملي كان عنده كل دابا 6 سنين ودابا عنده 36 انا دابا عنده انطلاب جينيرال نعم ما بقات عنده تزغبة حتى شي قنت من الجسم ديالو ولكن حمدنا الله واشتغلناه هو دابا زوين واخا ما عندوش الشعر ولفناه والعادي انا دابا تنسول الدكتور واش كاين باقي شي امال كنت يقولوا لي دائما اكارونتو اون بو بلي لا سواني واش دابا باقي شي امال انا خليت الاطباء النفسانيين شفتهم ما خليت ما درت بولدي دابا سؤال ولكن وديما في لي زاناليز يطلع عنده لي جلوبول بلون طالعين اللي بحال اللي قال الدكتور دابا كانوا ديت المناعه كانت عنده قويه لدرجه انها تلات له ديت الفويس ايلات ديال الشعر نعم دونك واش باقي شي امل دكتور الابن شنو كيدير واش كيدرس ولا كيشتغل دابا لا الحمد لله درس فرنسا وجا وخدم الحمد لله ايوا هذا الخير هذا الخير ديال الله سبحانه وتعالى فحاجه ايجابيه الحمد لله وشوف شوف الامل في الله سبحانه وتعالى غير هو نقدر نقول لك دابا يقدر يشوف مع ان اختصاصي في المناعه النيمينولوج فهمتي فوالا شوف اختصاصي في المناعة هو غيشوف معاه هذه المسألة هذه مادام أن الكرية البيضاء طالعة عنده ديما بزاف دائما طالعة فالليمينولوج غادي يمشي عنده غادي يشوف معاه إن شاء الله ويحاول يقد ليه هذيك المناعة ديالو شي المناعة إلا هبطات يقدر يكون إن شاء الله أمل أن الشعر ديالو يعاود ينوض من جديد صافي انا بغيت نصح الامهات يخلي وليداتهم يبعدوهم على الستريس ويبعدوهم على القلق ويبعدوهم على الخلعه وما يبقاش يطلبوا منهم النقاط والقرايه لان انا الزوجيه كان شويه تيضغط عليه في القرايه وخصو يجيب النقاط مزيانه وخصو وكان تيخاف شويه من بابا هاد المسائل كلشي خص الاباء يتجنبوها ويخلي ولادهم يعيشوا بلا توتر هذه واحد الميساج نوصلوا للامهات شكرا الاطفال تيخرج عليهم بزاف الحوايج في حياتهم كاين هادشي دكتور ولا ما كاينش شكرا شكرا نداء اللي وصل لقلوبنا لا نعيمه لأنه نداء الأم دائما كيوصل ومن تجربة وانت تكلمت على هذا الشيء في بداية الحصة أنه المشكل هو توتر وضغط نفسي أنا عندي بنت خويا مسكينة في أمريكان عندها نفس المشكل هذا عندها طبيعة في راسها إيه شحال في عمرها 4 سنين إيه ويلا عيطوا لي قالوا لي شوف واش ما عندكش شي معلومات قلت لهم نسمع الدكتور عماد ان شاء الله يهضر عليها رانا غادي نفوني عليه ونشوف لا عنده شي حل لا عنده شي دواء ان شاء الله بحول الله شحال هادي باش ظهروا لها وما ديروها اليوم ان شاء الله والله العظيم الله النيه ديالك شحال هادي الوقت باش ظهروا لها الطبايا يلاه قالت لي امها يلاه هادي ما تكون شي شهر دابا نعم وقع لها شي مشكل كيف سمعنا الوليد تخلع حتى هي من زادت اختها إيه تكون أنا على هذا الشيء اللي قلت لك تلاقيك ما ستريس من شافت أختها تكون ستريسات ولا الغيرة ولا هذا الشيء أنا اللي بصح بصح تخمينك يعني صحيح ممكن يكون وهذه حالات اللي كنعرفوها وكنعيشوها واخا كنغمضوا عينينا عليها ولكن ما فيها بس منين كيكون غيتزاد عندنا واحد الرضع وعندنا واحد الوليد ولا البنيه اللي كيكونوا هما مركز العالم لمده سنوات هما اللي معمرين الدار هما اللي كلشي كي يعني كيدور عليهم الفلك ديال الحياه ديالنا كله عليهم وكيتزاد ثاني في البيت ديال الابناء او ديال الاطفال ديالنا هذه مساله اللي اليوم كثير من الاخصائيين نفسانيين واخصائيين تربيه كيوصيو على انه خصكم توجدوا فيها نفسيا داك الطفل الغيرة هي شي حاجة اللي طبيعية لأنها كتساعد في النمو النفسي والعقلي والعاطفي ديال الطفل ولكن كيخصنا حنا نهيئوا هذاك المحيط يعني الصحي والمتوازن دكتور عماد أشنو تقول الحبيبة فأول حاجة بدأ تحية للأخت حبيبة ومسألة أخرى بغيت نسولها غير الطبيعي عادو شنو هما الطبيعي حمر واش طبيعي غير حمر في جلدة الشعر والشعر باقي ولا طبيعي حمر الشعر ما فيهمش غير هاد الطبيعي حمر خصني نعرف شنو كيفاش دايرين يا ماشي طبيعي حمر طبيعي بيضين ما بقاش لها الشعر فيهم طبيعه دابا هنا طبيعه هنا وراتهم لي هكا ما كاينش الشعر طبيعه بيضين كبار هنا تقدر تكون تونيا اللي باديه البنيته في الشعر ديالها ولكن دائما كنقولوا اننا ما يمكنش غادي نديروا داك التشخيص بحال هكا كنعرفوا شنو هو المشكل الا ما شفناش طبيب ديال الجلد فالمساعده غادي واخا نعطيو لان هذه حاله خاصه هنا الاطفال اللي كيكون عندهم الشعر ديالهم كيطيح لهم وخاصه اللي كيكون الاطفال اقل من 10 سنوات ناخذوا لهم زيت لافوكا اذا جوج مع الكبار ديال زيت لافوكا
وجوج معالق كبار ديال زيت الخزامه نخلطوهم مزيان وغادي نوليو كنديروا ليهم ان سيروم للشعر ديالهم، يعني ندهنوا دوك البليسات بماساج اللي فيهم هذا المشكل هذا ونمشطوا ليهم الشعير ديالهم بهذا السيروم هذا يوميا ما نقطعوش، وان شاء الله غادي يعاون يعني يساعد، ولكن كيبقى دائما المرافقه الطبيه وكيبقى دائما التشخيص ديال الطبيب ديال الجلد اساسي وضروري باش يمكننا نعرفوا هذا المشكل كيداير، وخاصه طبيب ديال الاطفال. اتفقنا. فهنايا الجانب النفسي ممكن يكون لعب دور كيف قلنا، نعم، ولكن ضروري من تشخيص طبيب ديال امراض الجلد. سلمينا عليهم بميريكان. غادي ناخذوا الان هدى معنا من الدار البيضاء، معنا خديجه، معنا لطيفه، معنا اسئله كثيره، فغادي نرخصوا. مرحبا، اهلا بك هدى من الدار البيضاء. اهلا لالا سناء، اش اخبارك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. دكتور عماد اش اخبارك؟ الحمد لله، ملي كنسمع صوتكم اختي. مرحبا، بارك الله فيك. الوغ انا عندي مشكل من 2016 وانا عندي لابولاد كيخرجوا لي في راسي. ماما عندها بولاد يونيفرسال، ما عندها حتى شي حاجه، كان عندها مشكل ديال لا تيغويد باقي عندها. انا ملي ولدت ولا عندي المشكل، حيت كان ستريسي بزاف، عارفه راسي، مشات لي شعري تقريبا رجع لي شويه، بقاو عندي غير دو طاش. ولكن ما عنديش رموش في العينين، ودابا النص حجباني تقريبا مشى. واخا استعملتي شي دواء شي حاجه؟ لا، كنت كنمشي عند ماشي طبيب، ماشي جوج. نعم، كنمشي عندو كندير لي زاناليز كنلقاهم عاديين. كلشي مزيان. ديرنييرمون مشيت عند الطبيبه ديال اخصائيه في التوليد، لقيت عندي مشكل ديال تكيس المبيض. حتى هو كما درنا عليه، حتى هو عامل، حتى هو وصافي. نعم، كنت كندير لي كورتيزون. لا كورتيزون، وي. ودابا هذا هو المشكل اللي درنا عليه، ان عندنا هنا دابا انت اختي جوج ديال المشاكل ديالك وديال الوالده. اولا الوالده عندها لا تيغويد اللي درنا عليها، انها هي من المشاكل اللي كتعطينا هذا التساقط الشعر المفرط اللي كيقدر يمشي حتى للتعلافه. وانت عندك مشكل في المبيض اللي هو تكيس المبيض. الله يشافيك ويشافي جميع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا. ف الدواء عطاتك، الدواء عطاتك هرمونات باش تاخذيهم على حسب باش توازني هذا المشكل. يلا بديت هذا الشهر. يلا بديتيهم. فنشوف ان شاء الله غتكملي التريتمون ديالك، هذا الشيء غادي يرجع للحاله الطبيعيه ديالو، لان عندك الهرمونات، عندك افراط في الهرمونات الانثويه ديالك، هي اللي كتخلي هاد كما كنقولوا حنا الغدد اللي كتفرز لينا الدهون ما كتشتغلش بطريقه طبيعيه. اذا منين غيتقادوا ان شاء الله الهرمونات الامور غتكون بخير. دابا انت ما كترضعيش دابا؟ لا لا، بني عندها 5 سنين. تبارك الله، الله يخليها لك، الله يخليها لك. اذا ان شاء الله خليك في الاستماع، غادي نعطي وصفه لهاد المساله هذه للمساعده باش نعاودوا نرجعوا الشعر ونقويوه. صافي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لينا وليك معنا خديجه من اكادير. السلام عليكم. عليكم السلام، بخير الحمد لله. دير اختي سناء الزعيم، لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بك على راديو اصوات وبرنامج حديث ومغزل. تفضلي، شنو سؤالك الدكتور عماد؟ كنشكروا الدكتور عماد بزاف. مرحبا، هذا واجب. بغيت نسولك على، عندي انا واحد البقعه في القدام ديال شعري مده عامين ونص، هذيك دوزت على فرنسا وقال لي الطبيب عندك كزيما. كزيما، هذا مشكل اخر. اييه كزيما، مشيت في الاول كتجيني فيها الحكه والقشره وكتحمر. نعم، وداك الشيء اللي جاني في الجبهه ديالي، واحد اللي طاش في الجبهه ديالي وفي الخدود ديالي، ناضيه بحال الكلف في مره واحده، وشعري وهذيك البلاصه هذيك الخويه تخوات ليا ولات حمراء، ما بقاش كينوض ليا الزغب. عطاوني الدواء، تبعت التريتمون ديالي دائما، وكنشري الدواء. عييت عييت عييت، والو ما بغاش يحيد الشامبان، كلشي عطاو ليا. المهم من بعد صافي، بقات لي هذيك البلاصه ما بقاتش كتنوض ليا فيها الشعر، جاتني لقدام وفين ما شعري كيبان لي هذيك الخويه. نعم نعم، البلاصه. وسميتو في الاخر كانت واحد الخاله ديال خالتي، مشيت لعندها دارت لي زيزوار وشرطتها ليا، ودارت لي فيها سميتو الحاره والابزار. عاد شوي شوي اللي ولا كيبان لي دابا الشعر ولا كينوض ليا. ما خليت ما درت، ما عرفتش انايا ما. فشوف، هذه المساله ديال الشرط فخصنا نردوا ليها البال دائما، كنت كنهضر عليها، لان خصك تعرفي بان في الجلده ديال الشعر هي رهيفه، وكاين واحد العريقات اللي كيكونوا على اتصال بالدماغ. الا مشى تقاسم الانسان بالزيزوار راه كيمكن يوقع نزيف على المستوى ديال الدماغ. ردوا البال لهذه المساله.
فلفله حاره ولا البزار فهنا ما كاينش واحد العلاقه بيناتهم وبين ان الشعر كينوض، لان هادو مواد اللي كيقدروا يحرقوا الجلده. ممكن يكون مشكل نفسي بين قوسين، لان منين درتي هاد 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 التريتمون ولا درتي يعني ساعدتك يعني الخاله ديالك فاش صايباتو، انت قلتي بان هذا غادي يعطيني العلاج، فعاونتي النفسيه ديالك وعاونتي الهرمونات ديالك باش الشعر ينوض في هذه المنطقه. بعدا واحد المساله مهمه جدا كنشكرك عليها، لانك زدتينا واحد المرض اخر كما قلت، يعني كتزيدي تاكدي الهضره اللي كنقول، ان بقعه عندنا في الشعر ديالنا ما فيهاش الشعر وفيها الحموريه كيمكن تكون مشكل ديال العديد من الامراض، هو مرض من الامراض الاخرى اللي كيمكن يعطينا هذه البقعه اللي هو الكزيما. فالمساعده مساعده لك اختي والجميع الاخوات اللي عندهم مشكل ديال الكزيما في الفروه ديال الراس، كناكد وهذا بعد التشخيص ديال الطبيب، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال زيت الحبه السوداء وربعه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطهم في حمام مريمتي، تخلطهم مزيان ونحصلوا على خليط متجانس، نخليوه يبرد، وهذا الخليط كنوليو كنديروا به مساج كل ليله في هذه المنطقه هذه اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا ديال الكزيما، سواء في الفروه ديال الراس، سواء في الخدود، سواء في شي منطقه في الداس ديالنا، ويوميا ما نقطعوش هذه الوصفه وان شاء الله غتعطيكم النتيجه. اذا هذه صالحه للناس اللي عندهم تم تشخيص مشكل الكزيما. الكزيما نعم. ماشي ديال الثعلبه او لا لوبيسي او لا بولاد. نعم. غادي ناخذوا الان لطيفه معنا من فاس، دائما معكم مباشره على راديو اصوات. اهلا لطيفه. الو. مرحبا لطيفه، شنو سؤالك لطيفه؟ عاد كتقد التليفون في ودنينا. لطيفه. الو. هي تفضلي. مرحبا. صباح الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. شخبارك؟ الحمد لله كلشي بخير. شخبار الدكتور؟ الحمد لله. ملي كنسمع صوتكم. مرحبا اختي. شكرا، تنشكرك بزاف، انا راني متتبعه بزاف لهذا الشيء. مرحبا مرحبا والف مرحبا. ناخذ سؤالك لا لطيفه. الله يعطيك الصحه، عندي جوج سؤالات. مرحبا. عندي واحد البنيته عندها لي تيغويت، واش الله يعطيك الصحه يصلح لها ديك انيني او لا؟ شنو هو عندها التيغويد؟ عندها الغده الدرقيه، هي شنو يصلح ليها؟ أيه. واش انيني؟ انيني؟ انيني زعما مطحون. ما عرفتش هذه النبته هذه، ما عرفتش الاسم ديالها، لان تكون في المنطقه ديالكم كيسميوها هكا، ولكن هذا الاسم ديال هذه النبته غير هو، شوف غير واحد الان تيقولوا له الان، هو الان، اذا حنا كنعرفوا باسم الان لوميي، فالان الان مزيان مزيان انها تاخذوا، غير هو راه ما عندوش علاقه بالغده الدرقيه. الغده الدرقيه شنو اللي عنده علاقه مع الغده الدرقيه؟ اي حاجه فيها اليود، اليود كاين الحوت، نحاولوا اننا ملي نطيبوا ناخذوا ديك الملحه اللي كتكون فيها اليود مزيوده، راه كاينه موجوده في سواء عند مول الحانوت، سواء في الاماكن اللي كنتقداو منها. ثالثا البيض، شي غير الصفر ديال البيض راه غني باليود، هاد المساله اللي ما كيعرفهاش العديد منا، فاليود جميل جدا، كاين مركز في البيض، في الصفر ديال البيض، اذا صفر بيضه وحده فهو كيعطينا واحد القيمه يوميه ديال اليود اللي غادي نستعملوه، التغذيه تكون متوازنه وان شاء الله غادي ان شاء الله هذا الشيء غادي يعاون البنيته اكيد، زائد الدواء اللي كتاخذ، فالغده الدرقيه غتكون مزيان، لان الا في بعض الحالات كيطلع الطونسيون، وفي بعض الحالات كيقدر ياثر لينا حتى هو على الغده الدرقيه، غير كما قلت نحاولوا نتجنبوا هذه الامور هذه ونديروا امور اللي كتكون خفيفه. غادي ناخذ سناء معنا من اسفي. اهلا بك. اهلا. سلام، صباح الخير عليكم. صباح النور. كبير الدكتور عماد. بخير اختي، من كنسمع صوتكم. مرحبا. عفاك الدكتور عماد، عندي واحد سؤال. انا في عمري 17 عام وعندي واحد القشره غليظه في الشعر ديالي وما عرفت الصراحه شنو ندير لها، وقلت نستشر معاك. واخا قشره غليظه كاينه في بلاصه وحده ولا مفرقه على الفروه ديال الراس ديالك؟ بزاف، ملي كنبغي نحك راسي كنلقى ديك القشره. وميدمه؟ ميدما. واخا استعملتي فوقاش بانت لك هاد القشره هادي؟ منين استعملتي شي شامبوان، درتي شي حاجه لشعرك؟ سناء انقطع لها الخط. نعم. باش تنصحها. فهادي قشره ميدما، فنحاولوا نديروا واحد الوصفه بسيطه، ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لاختي، و10 د الوريقات ديال النعناع، كنطبخوهم في نص سيترو ديال الماء حتى كيتطبخوا مزيان وكيعقد هذاك المحلول فوق العافيه، كنطفيو عليه، كنصفيو داك المحلول، داك المحلول كنشققوا به الشعر ديالنا، يعني كندهنوا به جلدة الشعر، والشعر كنخليوه ساعة وكنغسلوه جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليه مدة ديال ثلاثة أشهر حتى كتختفي ديك القشرة ما كتبقاش. ناخذوا جيهان معنا من الرباط. أهلا بك على راديو أصوات. جيهان. صباح
عليكم. صباح النور. اهلا استاذه سناء، لاباس؟ الحمد لله. هلا جيان. اهلا، ربي يخليك. صباح الخير دكتور. صباح النور اختي جيان. صباح الخير، الله يبارك فيك. دكتور بغيت نسولك، عندي الوليد دابا 3 سنين فيه لابولاد. اييه. ديتو لثخوا ديرماتو. اها. الاخراني كان كيعطيه ديكورتيكويد دو فوا بار كانزين. حبه ونص حبه ونص. دابا بعض المرات كيهبطوا له كيطيحوا له الشفار ويعاودوا يطيحوا له الجبن ويعاودوا ينوضوا. وكانت في الاول عنده غير حيده صغيره اللور، انا كان كيسحاب لي غير طايح ولا حيت كنطيح على راسو. ساعه مي ديتو قالوا لي لابولاد، درت له لي زاناليز كاملين حتى لا تيغويد، كلشي خرج مزيان الحمد لله. الحمد لله. ودابا عندي مشكل حتى مي كيكون كيتعصب ولا شي حاجه كيبقى يتخيط. هذا هو المشكل. شحال في عمرو؟ دابا عنده 9 سنين، غيدير 9 سنين في اوت ان شاء الله. هادشي بدا له على سن 6 سنين. على 6 سنين. وطرات شي حاجه هادي 3 سنين؟ هو عندي شويه مستريسي وصافي، واخا كلشي متوفر ليه هو شويه كيتعصب عندي. ولكن كيتعصب الا كان الوليد كيتعصب معنيته في الدار كاين شي حد كبير اللي كيتعصب معاه. لا ما كاين حتى حاجه، زعما كلشي داير له الخاطر وهذا غير هو بوحدو هكاك وصافي. نعم. دابا بحال دابا الا بغينا نشريو له الحاجه خص ديك الساعه تحضر ديك الحاجه. ايوا راه الا ما حضراتش فهمتي. وشوف دابا حنا عارفه الدراري صغار. لا انا ما عارفاش الدراري صغار، نقول نهضر معاك بالصدق جيهان، فهمتي حنا كاملين امهات وكاملين المشروع الكبير ديالنا، شتي التحدي اكبر تحدي في حياتنا شنو هو؟ ماشي هو ننجحوا في حياتنا، هو ننجحوا في تربيه وليداتنا. والفشوش كثر من القياس، هادشي اللي كتعاودي. يعني انا من رايي والحمد لله عندنا حنا تجربه في التربيه، هادشي ما كتنفعيش به ولدك، هادشي كتضري به ولدك. حيت الترابي ما عمرها ما كانت انه اللي بغى ولدي تحضر داك الساعه. واش هو ملي غيكبر وغيلقى واحد المشكل ولا غيلقى واحد العقبه في طريقه، واش غتحلو في ساعته؟ جاوبيني اجيهان. لا لا، الحياه ملي غيكبر كي دايره الحياه؟ لا والو، صعيبه شويه راه. يعني دابا انت هي هذا الشيء، انا من رايي افضل حاجه بعدا هو انت هي خصك تغيري طريقه التعامل ديالك مع هذا الوليد، باش تقولي له بغيت نكبر ولدي يكون مسؤول ويكون مستقل ويكون قاد يواجه الحياه. اما الا بقيت هكذا حيت عنده هذا المشكل يمكن زدتيه دابا فششتيه، ولكن هذا الشيء ماشي لمصلحته. بالنسبه للجانب الطبي. نعم. والعلمي، وليد عنده 9 سنين باش غتنصحها دكتور عماد؟ فبعد التغذيه ديالو واش عنده كي داير التغذيه؟ واش كياكل مزيان؟ يعني ماشي زعما مزيان كياكل كلشي ما ماشي كياكل كلشي. لا ما كياكل كلشي. نعم. عادي الماكله ديالو هنا كذلك كيكون. ايوا دابا دكتور سمح لي دابا دوزت له هذه شي شهر ونص، عطاني واحد السبخا يكرشوا له. حبسلو لي كورتيكويد، حبسهم له. عرفت. دابا عطاني واحد الرشاشه ولكن قال لي ما تقيسيلوش الحجبان والشفار بها، وعطاني واحد اون بوم قالوا من لا فرونس حتى هي كدار. زعما ما خليت ما درت دابا 3 سنين. لا ان شاء الله يكون خير، لان مازال المناعه ديال الوليد مازال ما غاتكونش، مازال ما غاتكتملش. حتى يوصل للسن ديال البلوغ ديالو فاش غيبلغ غتقد عنده الهرمونات وما غيبقاش هذا المشكل. هذا انا كناكد لك هذه المساله هذه، لان هذا الشيء باين بان عنده علاقه بالمناعه ديال الوليد، وان المناعه مازال ما تكونتش. هذا من جهه. من جهه اخرى الوصفه لكل جميع الامهات اللي عندهم وليداتهم عندهم هذا المشكل ديال الشعر بحال هكا، وهاد لابولادا وهاد التونيه هذه اللي كتكون متفرقه عندهم في الشعر ديالهم، زائد العلاج الطبي، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت اليازير وجوج معلقه كبار ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت اليازير. لا غوماغين مهمه جدا في هذه المشاكل هذه وخفيفه على الفروه الراس ديال الوليدات، وجوج معلقه كبار ديال زيت اللوز الحلو، خلطوهم ديروهم لهم كسيروم كل ليله يباتوا به ما تقطعوش دائما. وهاد الوصفه كذلك حتى الاخوات يديروها لوليداتهم باش يتقوى لهم الشعر ديالهم. ونبقاو مداومين على هاد الوصفه اللي مريض او اللي عنده مشكل ديال التونيه، فزائد الدواء ديال الطبيب. ولد بنتي عنده 11 عام. اييه. كبير كيقرا مزيان كلشي، ولكن عاد مشى حس وجا دازت واحد يومين حتى لقينا فيه القشره لا توصف. يومين بعد ما حسن شعره؟ يومين ولا ثلاثه. ما مشيتو ديتوه للطبيب ديال الجلد؟ لا ما ديناش حتى البلاصه. فوقاش طرا هذا الشيء؟ شحال د الوقت؟ هذه شي 10 ايام. هذه 10 ايام. الحاجه واش دابا شعرو دابا خلف ولا ما نضلو مبرقع؟ لا الشعر كاينه هو اللي كيحب كتنوض ديك القشره. هذا الشيء ما عمرو كان من قبل؟ لا ما كانش فيه، ما عمرو كانت القشره. واش جابها من عند الحجام واش جابها من المدرسه؟ اييه. دكتور عماد شنو نصيحتك للحفيد الله السعديه؟
فهنا القشره كنشوفوا انا القشره من تقدر تكون حساسيه ان داك المشطه اللي استعمل الحجام ولا داك المقص اللي قص به كيمكن يعطينا هذه المشكله ديال القشره. فهاد القشره غادي ناخذوا ليها الوصفه اللي هضرنا عليها ديال الحريقه الحرشه، فهي كتعطي فائده كبيره. ناخذوا معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه و10 ديال الوريقات ديال النعناع، غادي نطبخوهم في نص سترو ديال الماء حتى يتطبخوا مزيان. نصفيو هاد المحلول، وهاد المحلول غادي يولي يخلل به الشعر ديالو، يخليه ساعه ويغسلو. هو غادي يديروه 3 مرات في الاسبوع، وبالنسبه للاخوات يديروه 2 مرات في الاسبوع، فهو كيصلح للقشره اللي كتكون ناشفه والقشره اللي كتكون مهدمه. الناس اللي عندهم ثعلبه كيف سمعنا، تكلمنا على اسبابها، تكلمنا على اعراضها، تكلمنا على الفرق بينها وبين امراض ومشاكل اخرى بحال التونيا وبحال الصدفيه وبحال الكزيما، باش غادي تفيدهم دكتور عماد حسب اخر ما بينات الدراسات العلميه والطبيه؟ نعم، فاذا كان مشكل ديال الغده الدرقيه او المبيض فضروري كنلتجئوا للطبيب ديال الغدد او طبيبه الغدد ولا طبيبه ديال النساء ولا طبيب النساء اللي كيكون متبع مع كل اخت. سمعنا كثير من السيدات اللي كيهضروا على العلاج بلي كورتيكويد او لا كورتيزول، فهنا كيكون علاج غير هو كيكون عن طريق الطبيب. أيه؟ الطبيب هو اللي كيعطي هاد العلاجات هادو. وهنا الا ما كانش مشكل هرموني، يعني ما كانش الغده الدرقيه ولا المبيض كيكون مشكل اخر، كيمكننا نلتجئوا لهاد العلاج ديال الكورتيكويد، والا فكيكونوا هرمونات اللي كيتخادوا كيتشربوا باش كيقادوا لنا هاد المشكل هذا. او الا كان عندنا مشكل كما شفنا المشكل المناعه كيكون فيها خلل، فهنا كنشوفوا الايمينولوج اختصاصي في المناعه، فهما راه كاينين تبارك الله في بلادنا حتى هما، وهذا كيكون بالضبط كيمشي لهذا المشكل وعطات نتائج كبيره. هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان اذا كانت عندنا الثعلبه فضروري من الترطيب ما غنلقاوش ما احسن من زبده الكاريتي. علاش؟ لانها مركز ديال الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، فيها المواد المغذيه المرطبه، فنديروا بزبده الكاريتي نوليو كندهنوا بها كل ليله ونداوموا عليها. الوصفه ديالنا اليوم وصفه اللي غادي نحاولوا نستعملوا فيها مواد اللي غتحفز الدوره الدمويه واللي غتنشط لنا الفروه ديال الراس وتخلي المسام حتى هما يفرزوا الدهون بطريقه طبيعيه. شنو غناخذوا فيها؟ ناخذوا فيها زريعه البصله اللي فيها كبريت ضروري للفروه ديال الراس. اذا الزريعه ديال البصله، ماشي البصله، ماشي الماء ديال البصله، ماشي الماء، الزريعه الماء ديال البصله. ما نستعملوش الماء ديال البصله. اذا هنا زريعه البصله راه معروفه عند المعشابات. غناخذوا معلقه كبيره ديالها، معلقة صغيرة ديال القعقلة مطحونة، معلقة كبيرة ديال المرد الدوش، ومعلقة صغيرة ديال الزعيطرة. إذا نعاود، معلقة صغيرة ديال الزعيطرة، معلقة كبيرة ديال المرد الدوش، معلقة صغيرة ديال القعقلة مطحونة، ومعلقة كبيرة ديال البصلة. هاد المكونات كاملة. زريعة البصلة عفوا. فزريعة البصلة نزيد نأكد. اسمح لي أنا غنعاود المقادير. نعم. أن زريعة البصلة معلقة كبيرة مطحونة. تكون مطحونه ولا عاديه ماشي مشكل، كما توفر. معلقه كبيره عندنا قعقله واش هكذاك مطحونه يعني غبره صغيره، غناخذوا منها معلقه صغيره القعقله. نعم. مطحونه غادي ناخذوا منها معلقه صغيره. نعم. عندنا الزعيتره هكذاك ميبسه شحال غناخذوا منها؟ معلقه صغيره ديالها. معلقه صغيره. وعندنا مرد الدوش اللي كيكون وراق مجففه. نعم، معلقه كبيره. نعم. اذا اربعه ديال المكونات. فغادي نديروهم في كاس كبير ديال زيت الزيتون، لان خصنا واحد الكميه كبيره، لان غادي نستعملوها لان كنعرفوا انها مرض مزمن. كاس كبير ديال زيت الزيتون نخلطوا فيه هاد المكونات، هنا غنحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، يعني غير يبدا يغلى. واش هنا نيشان على العافيه ولا في حمام مريم؟ نيشان على العافيه، يعني كسرونه اللي ما غتكونيش كديريها للطياب. نعم. غديري في هذاك الكاس كبير زيت العود وزال زيت الزيتون الغير مملح دائما. نعم. هذه كنركزوا عليها في الوصفات التجميليه، وغنديروا فيها هذه المكونات وتشعل عليها السيده العافيه. نعم. مهيله تطلع الغليه، غير تبدا تغلي نطفيو عليها. يعني تقريبا شحال هذا الوقت؟ هادشي كله ربع ساعه، 10 دقائق حتى ربع ساعه. واخا من بعد هاد الخليط نخليه يطلق ليله كما ديما المعتاد، نصفيوه وندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، نخليوه ساعه ونغسلوه بحال ديما 2 مرات في الاسبوع، غنستعملوه مده ديال 3 اشهر. هاد الزيت، هاد الخلطه بهاد الاعشاب، من بعد شنو النتيجه اللي غتولي كتعطي للناس؟ كتنقص الحكه؟ شنو كتساعد الشعر يخلف دوك البلايص؟ كنلاحظوا ان المسام كتبدا كتحل، دوك الشعيرات كيبداو ينبتوا، وحنا شنو الاساس ديالنا؟ كنوليو كنغذيو البصيلات ديال الشعر، يعني كنعطيوه الماكسيموم اكثر كميه ديال المواد المثبته والمواد المغذيه، باش كتعاون هاد الفروه ديال الراس انها تعاود تحيا
زائد اكيد الدواء فبزاف الناس غتسول واش يمكننا نستعملوه مع الدواء. بالفعل يمكن لكم تستعملوه مع الدواء ما كاينش مشكل، غير خليوا الفرق ديال ساعتين حتى ثلاثه السوايع، ثلاثه السوايع على الاكثر وباش الا بغيتوا تستعملوه. دكتور عماد اللي متبع دابا شي دواء كيعالج به الثعلبه او لابولاد او لالوبيسي ما يوقفش التريتمون باش يدير هذه الوصفه؟ لا ما يوقفوش، حنا دائما هذه وصفه طبيعيه للمساعده، للمساعده او لرفع قوه هذاك العلاج ديال 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 اللي كناخذوا ديال الادويه. هذا الزيت واش يتدهن بها غير الشعر ولا ايضا الناس اللي عندهم الثعلبه في الجسم ممكن يدهنوا بها؟ فالجسم كذلك، في اي بلاصه عندنا فيها المشكل ديال الثعلبه يمكننا نديروها. شحال الوقت كتبقى؟ نخليوها ساعه ومن بعد نغسلوها، ومن الاحسن الناس اللي عندهم في الجسم اكيد غيستعملوها في الحمام فيدهنوها يخليوها ساعه ويغسلوها. هذا الزيت الا الناس دهنوا بها شعرهم واش يقدروا يباتوا بها؟ ساعه فقط، اذا غنستعملوها ساعه ونغسلوها، لا ساعه زايده يعني ما نزيدوش على ساعه وما نقصوش على ساعه. اذا اعتقد انه هكذا بهذه الطريقه الوصفه واضحه. غادي نعاود نذكر معكم بالمقادير وراجعوا معايا داك الورقه ولا الكناش ديال وصفات الدكتور عماد دكتور الصيدله على اذاعتكم اصوات. وصفه للمساعده على علاج الثعلبه غادي نستعملوا فيها زريعه البصله، معلقه كبيره، مرد الدوش هكذا كميبس من عند المعشابات معلقه كبيره، قعقلة مطحونة تكتولي بودرة أو غبرة غتاخدو منها معلقة صغيرة، والزعترة تهي اللي كتكون ميبسة غناخدو معلقة صغيرة. هاد الشي غادي تخلطيها للا مع كاس كبير ديال زيت الزيتون غير المملح، وغادي ديريها في كاسرونة مباشرة فوق العافية لمدة 10 دقائق، غير كطلع الغلية كتضفي البوطة وتخلي هذيك الكسرونه وتغطيها وتبات ليله كامله حتى كتطلق داك الاعشاب في داك الزيت لاخد ليه. غادي تصفيها بزيت حياتي بزيف حياتي، وغادي ديروها في قريعه، ما غالبا كيكونوا عندنا داك القراعي ديال السيرويات اللي لونها قهوي، كتصفها مزيان وكديريها في الثلاجه ولا غير في شي دولاب مكان جاف مع الرطوبه، وكتبدا هذه كتشقق بها السيده او كتدهن بها البلاصه اللي فيها المشكل لمده ساعه ماشي اكثر، وتتغسلي شعرك او المنطقه ديال الجسم اللي دهنتيها بهاد الخلطه هذه ديال الزيوت. دعوتنا لكم بالشفاء. واخر نقطه عندنا وصفه لتهدئه الاعصاب والعصبيه دكتور عماد، لانه هذا المشكل عنده علاقه مباشره بلو ستريس. كيفاش نهدئوا لو ستريس؟ فهنا غناخذوا معلقه صغيره ديال البابونج، ورقه ديال اللويزه، ونجمه ديال الباديان، معلقه صغيره ديال البابونج. البابونج اللي كيتباع دوك الازهار مجففه. نعم، معلقه صغيره ديالها، ورقه ديال اللويزه وحده، ونجيمه ديال الباديان. اذا نجمه ديال الباديان كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، كنصفيوه وكنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه، فهي وصفه هائله لتهدئه الاعصاب. يعني هذه ممكن كاع السيده ديرها في قرعه هذه الخلطه وتبقى كل مره تاخذ العبار اللي خاصها. نعم، والاطفال يمكن لهم ياخذوها ماشي مشكل، فهي خفيفه مره في واحده في اليوم الصباح ولا في الليل. لا في الليل يشربوها من الاحسن لتهدئه الاعصاب ولجوده النوم. نعم، الله يشفي الجميع. امين يا رب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.